تخليداً لأرواح الشهداء الأكرم منا جميعاً الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، نظمت محافظة أريحة ومديرية التربية والتعليم وبالشراكة مع حركة فتح إقليم أريحة في مدرسة الشهيد ياسر عرفات فعاليات مع قرب إحياء يوم الشهيد في السابع من الشهر الجاري. بنكرم الأكرم منا جميعاً، بنكرم الناس اللي هي قدمت أرواحها من أجل أن تحيا فلسطين، من أجل أن يحيا الشعب الفلسطيني، فكل الاحترام لأرواح شهدائنا الذين ضحوا من أجل فلسطين. قامت حركة فتح إقليم أريحة والأغوار وفاء لهم بتكريمهم في هذه المناسبة العطرة الذي هم أكرم منا جميعا، فقامت حركة تحرير الوطن الفلسطيني فتح بتكريم أهالي الشهداء. تضمنت هذه الفعاليات تكريماً لذوي الشهداء وعروضاً كشفية وفنية تؤكد على أن مسيرة شعبنا مستمرة ما دام الاحتلال جاثماً على أرضه. للشهيد أهمية كبيرة لدى شعبنا الفلسطيني، فالشهيد قدم روحه فدى هذا الوطن ومن أجل تراب هذا الوطن ومن أجل الحرية ونيل الاستقلال. احنا بنقدر يعني هذا العمل اللي قاموا فيه مدرسة الشهيد ياسر عرفات والقائمين عليه، كان شيء يعني مميز ونحن نفتخر في هذا الحفل يعني فعلا بعطينا أمل يعني أنه نستمر في الحياة والحياة مستمرة مهما يعني راح شهداء من فلسطين راح يفضل الشعب قائم وموجود على أرضه. اختيار مدرسة الشهيد ياسر عرفات لإحياء هذه الذكرى يأتي برسالة عرفان ووفاء لشهداء الوطن وعلى رأسهم الشهيد ياسر عرفات، كما تهدف لإرساء الروابط الوطنية بالجيل الجديد الذي يحمل رسالة التحرير. لم يكن لديهم مما يمتلكوه أغلى وأسمى من أرواحهم، ولكنها باتت رخيصة أمام الوطن، وفي حضرة الشهداء لم يكن لهذه الجموع إلا أن تستذكر أرواح الشهداء. من أريحة، إلهام هداب، تلفزيون فلسطين.